المباراة جميلة جداً وأنا في رأيي إنها متكافئة. 75-80 فرق 5 نقط قبل ضربات الجزاء. ما اقدرش أقول إن في حد متميز. ما اقدرش أقول في حد متفوق لوحده. الهدف الأول. الحمد لله ربنا وفقني وعرفت إن أنا أتعادل. كنت مبسوطة لما حليت السؤال بتاع الكبد وكنت أتمنى إن الفريق بتاعنا هو اللي ياخد 25 نقطة. المستوى متقارب ومباراة لسه في الملعب. ضيعت 25 نقطة على فريقي بس إن شاء الله نعوضها يعني في عجلة الحظ. عجلة الحظ هيبقى ليها دور، أكيد هيبقى ليها دور. خلينا نشوف عجلة الحظ هتودينا فين وماتش النهاردة هيخلص إزاي.